برنامج منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج منامات، معكم فؤاد الأهدل والدكتور يوسف الحارثي، مفسر الرؤى والمعبر المعروف. إن شاء الله اليوم راح نستقبل مناماتكم على الأرقام التالية: على الاستيسي 84770 موبايلي 640660 وزين 746262. دكتور أهلا ومرحبا بك. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا. الله يحييك دكتور. دكتور، لعلنا كالعادة نستفتح بقراءة المنامات السابقة للحلقة الماضية، حلقة أمس. المنام يقول: رأيت في المنام أن لدي بنت صغيرة وكان عمرها 3 أو 4 أشهر، وكنت في المطبخ وأخوانها يأكلون فستق بالقشر وأكلوا منه، وكنت أصيح وأقول لا تأكلوها لأن الفستق صغيرة وما تقدر تأكله، وأنا أراها بدون ملابس وتصيح صياح الموت كالمرأة التي تلد، وأراها أنها تلد فستق، الفستق اللي أكلها أخوانها، وكانت تتألم ألم شديد حتى ماتت، وأصبحت أحس بالذنب الشديد الذي لم يفارقني لأني تركتها مع أطفال صغار، وكنت ألوم نفسي وأهل بيتي وكل من يأتي، وكنت أحكي له قصتي وأني تعذبت بها في حملها وولادتها، وبعدها تقول رزقني الله بولد كان جميلا جميل المنظر من أحسن ما يكون وصحته طيبة، وكنت فرحة فرحا شديدا، ومن حبي له كنت أحكي لكل من يأتي لزيارتي وكل من أراه أن ربي أعانني في حمله، وكانت ولادته وحمله سهل جدا، وأقول إن الله عوضني به، وكنت كالمتوحشة على حسب كلامها، لا أسمح لأحد أن يسلم عليه وأقول لهم هذا عوضني الله به، وكنت أتذكر أخته ولم أدع أحد يحمله ولا يسلم عليه، وكنت أخاف عليها أن أتركه وخاف أن يصيب ما أصاب أخته. تقول مع أن هذا الحلم قديم وأنا والدة ولدي أولاد. نعم ما شاء الله، هذا والله أعلم، هو أمر يتعلق بهم ومشكلة أنت كنت تعانين منها وتخافين منها وتنزعجين منها، إن شاء الله هذا الهم وهذه المشكلة ستتفتق عن خير كبير، و يعني تنتهي إن شاء الله بما يسعدك إن شاء الله. يعني واضح أن عاقبة هذا الهم وعاقبة هذه المحنة التي أنت مررت بها ستكون إن شاء الله يعني عاقبة حسنة وطيبة، وسيعوذك الله كما هو في على ظاهر الرؤية، سيعوذك الله إن شاء الله فيها خيرا لك ولأبنائك، والله أعلم. نعم. أيضا مرسل يقول أبو ريناد يقول: تحلمت أنه أحد من أخواني كان تعبان وأنا واحد من أخواني رايحين للمستشفى نوديه، وحنا رايحين مع الطريق مرينا على أحد الجنسيات الأفارقة وقاعد يحط دجاج في النار ومن أمور الشعوذة، وبعد قليل جاء واحد يقرأ عليه وهو يقرأ على أخوي ماسك أحد قدميه، قاعد يقرأ وإذا يطلع دخان أخضر وأبيض من أحد قدميه، وبعدين أخوي قام يقول قام طيب ما فيه شيء، مع العلم أن أخوي تعبان الله يشفيه. أنا أتمنى وأرجو يعني من الله أن يعني أن يشفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له يعني الأجر، هو لعله على ما ظاهر لعله مصاب بشيء من هذه الأمور، لكن عليه بالرقية. يعني أنا يعني أحس أخي الكريم أن يسعى له في الرقية، وإن شاء الله يعني سيتم له الشفاء، الرؤية تبشر بإذن الله بزوال هذا الأمر واحتراقه إن شاء الله، هذا الأذى الذي هو فيه بإذن الله يعني سيزول بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن يعني يطلب الرقية الشرعية أن تقرأون عليها، أن بنفسه أن يقرأ سورة البقرة والرقية لعله إن شاء الله يشفى من هذا الأمر، والرؤية فيها بشارة بإذن الله بالشفاء والله أعلم. نعم. أيضا مرسل أبو إبراهيم الدوسري: حلمت بأن سني اللي بالخلف يهتز، فلما سحبت طاح اثنين بجنبه واثنين من الجهة الثانية، طاحوا مثل السبحة إذا انقطعت، فطاح وراء بعض ورميتها في المغسلة، وكنت ما أعرف أتكلم زين واروح اعلم اخوي لكن كانه ما اهتم ويضحك وحل. ويقول حلم ثاني الليله اللي قبلها، يقول سحبت نفس السن وطاح، واللي جنبه اهتز وسحبته وكان فوقه سن ثاني زايد، فسحبته بعد ذلك وكانه كان قوي وناشب بهذا. لعل الرؤيا والله اعلم تدل على شيء من الامور يعني النوائب والامور التي تضرك انها ستزول باذن الله سبحانه وتعالى، لكن أكثر التسبيح والاستغفار وذكر الله تعالى إن شاء الله هذه الأشياء التي يعني تخشى منها والتي هي
يعني ازعجتك باذن الله سبحانه وتعالى ستزول ان شاء الله، سيبدلك الله سبحانه وتعالى بخير منها والله اعلم. نعم. نذكر مستمعينا الكرام بارقام التواصل للي يبغى يرسل منامه او رؤيا او يستفسر مع الشيخ دكتور يوسف الحارثي، يرسل لنا على STC 847700 موبايلي 640660 وزين 746262. ابو علي يقول رجل راى انه يحمل اكرمكم الله والسامعين وفضلاته. هذا والله اعلم يعني اظن يحتاج الى ان يحس نفسه على الصدقه، الدنيا والاموال والفلوس يعني هذه تعتبر اوساخ الناس، وقد يكون هناك شيء يعني من التقصير في هذا الجانب، فلعله ان شاء الله بهذه الصدقه ان شاء الله سيزول عن يعني كثير من يعني الاذى وسيقضي الله له بها حوائج، فلعل الرؤيه تحثه على هذا الامر انه باذن الله اذا تصدق و سعى في سبيل هذه الصدقة إن شاء الله سيقضي الله حاجاته وسيزول عنه أذى الذي يعني متعبه والله أعلم. أيضا أبو محمد يقول حلمت بجدتي بعد وفاتها وهي بصحة جيدة وشعرها ناعم جدا وأسود وطويل، وتطلب مني أن أجمع لها شعرها على شكل كعكة، فما معنى ذلك علما أنها من الصحون العادية؟ هي متوفاة يقول بعد وفاتها. نعم كلن هذه لعلها بشارة إن شاء الله بحسن حالها، ولعل يعني موضوع ما يتعلق بالشعر هذا لعلهم ذوي القربة من 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 أقاربك التي تربطك بهم صلة أنك تكون إن شاء الله سبب يعني جمع لهم وسبب في تذكيرهم بمواصلتها والله أعلم. جميل. نقرأ أولى المنامات لليوم ونذكر بالأرقام على STC 847700 موبايلي 640660 وزين 746262. اللي ما سمع منامه يوم أمس ممكن يعني يتابع الحلقة على اليوتيوب، بس يبحث منامات وتاريخ الحلقة إن شاء الله راح تطلع له. المرسل يقول رأيت أم زوجتي أنها أتت إلى بيتنا وذهبت لأختي وقالت لها أنني سوف أرزق أو سوف أزوركم عفوا غدا وسوف أحضر معي محشي، على خلاف يقول هو على خلاف شديد مع زوجتي وأهلها وأهلها وعندي بنت مولودة. هذا أخي الكريم هناك شيء من الشحناء وشيء من الشيء الذي في النفوس في نفسي أقارب هؤلاء، ويحتاج منك أنت إلى مبادرة، يعني أنت تسعى إن شاء الله لزوال هذه الشحناء وتسعى لتطيب خواطرهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وتسعى أن تزيل الأشياء التي في نفوسهم عليك، وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني سيتغير الحال بإذن الله، ويعني يحصل هنالك شيء من التوائم والتصافي والله أعلم. طيب أيضا مرسلة تقول أنا فتاة عمري 22 غير متزوجة، دائما أحلم أني وطلق، وتسأل ما معنى الطلاق في الحلم. هنا الطلاق لعله يعني أنه انطلاق لأمر ما أو لأمور متعطلة لديك، فإن شاء الله ستزول هذه الأمور المعقدة لديك ويعني ينطلق لك الحال يتم لك ما تريدين في حياتك والله أعلم. طيب رأت أمي بالمنام محفظة نقود تخصني وكانت كبيرة جدا بحجم الكتاب الكبير، واقتربت منها لترى ما بداخلها، فإذا هي مليئة بالنقود. أنا طالب جامعي إلى هنا. نعم هذا قد يكون من حديث النفس يعني والتفكير، وخاصة يعني بعض الشباب يعني يتمنى أن يكون لديه يعني مادة كافية لتعينه على أمور حياته، فلعله من هذا التفكير في هذا الأمر والله أعلم. طيب أبو عبد العزيز يقول أنا معلم وحلمت بسقوط نجم مشع ونوره أبيض جدا في مخطط أراضي بجوار الحي اللي يسكن فيه جدي، وكان الناس مجتمعين حول هذا النجم. أيوة إلى هنا ما اكتملت الرسالة، ما أدري. ما شاء الله هذا والله أعلم لعله يدل على يعني حثك على أنك يعني تشتري في هذا المكان، فلعله إن شاء الله يكون هناك يعني نشاط في هذا الأمر ويكون لك فائدة ومكسب في هذا الأمر كبير والله أعلم. جميل. رأيت في منامي الأمير سلطان الله يرحمه يمشي نحوي أنا وشخصين معي ولابس بشته المعروف الأسود، وفي مشيته تعبان وجاء واحد معه
ذبيحة، فقلت لا، فقلت لا، لن أعطي، أو لن أعطي من هذا، أعطيه من هذا، وهي كبدة، وأكل منها. هذا لعله موضوع لك أنت تسعى فيه، وتم لك هذا الأمر وتكبت فيه العناء وتعبت في هذا الأمر، لكن إن شاء الله ستحصل منه على نتيجة طيبة، ويعني سيكون هذا الأمر فيه خير لك وستر، والله أعلم. جميل. أحلم دائما بأنني أطير، وأحلم بأني أشوف ذئاب وضباع في البر، أو في البر عفوا. طبعا متزوج يقول، ولي 3 أولاد. الطيران غالبا هي أمنية، يعني أماني للإنسان تتحقق إن شاء الله، فلعله إن شاء الله هذه أماني أنت تتمناها وستسعى يعني يتمم الله لك هذا الخير وتتحقق لك هذه الأمنيات. أما الأمور الأذية في البرية فلعلها يعني شيء من الأذى وشيء من الإزعاج الشيطاني، تستعذ بالله من الشيطان، استعذ بالله من شرها، انفت عن يسارك، اعمل الآداب الشرعية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن تتضرر بشيء، والله المستعان. نعم. نذكر مستمعين الكرام اللي انضم إلينا للتو بأرقام التواصل على الاستيسي 84770، موبايلي 640660، وزين 7462 62. أيضا المرسل يقول، رأيتني عند باب غرفة نومي وبيد ابني جوالي، وخارج الغرفة يقول جني يحاول أن يأخذ الجوال ويأذينا، فأبعدت ابني وتماسكت مع الجني بيدي اليسرى، وأبعد ابني بيدي اليمنى، وأخذت أقرأ القرآن وهو يتمتم، وتصارعنا بالقراءة، ودفعته خارج الغرفة وأنا أدعو يا رب يا رب، وابني يدعو معي، والجني يحاول يقول أني ضعفني، وأنا أزداد توكلا على الله حتى ضعفته أو أضعفته وصرعته، ثم دخلت لحوش أنا وزوجتي وابني، وخرج من الحوش رجل وامرأة غريبين الهيئة، وانتهى هنا. يقول أنا في الحقيقة مريض وموظف ومتزوج. الرؤية هذه والله أعلم تبشر بإذن الله سبحانه وتعالى بشفاء لك وزوال أذى عنك شيطاني، لكن اجتهد في يعني اجتهد في قراءة القرآن والرقية الشرعية، واجتهد كذلك في دعاء الله سبحانه وتعالى كما هو ظاهر الرؤية، ولعلها إن شاء الله يعني لعلك إن شاء الله تستطيع أن تتغلب على هذا الأمر. هذا فيما يتعلق بالجزء الأول من الرؤية. الجزء الثاني فيما يتعلق بهؤلاء الناس الغرباء، لعلك أنت تستوحش من الناس، يعني من خلال هذا التعب استوحاشك من الناس، أنك يعني ما تحب أو ما تسعى أو ما تواصل الناس، فلعل هذا الأمر من الأسباب، يعني هذه العزلة هي سبب يعني أنت تسلط عليك هذه الوساوس والأشياء. اختلط بالناس ويعني واصبر على أذاهم إن شاء الله، ولعلك إن شاء الله يكون هذا الأمر سبب إن شاء الله في زوال هذه الأذية عنك كذلك، والله أعلم. حلمت أيضا مرسل يقول، من قبل 4 سنوات أنني خرجت إلى سطح المنزل ورأيت السماء صافية، ورأيت كتاب ينزل من السماء كبير لونه بني، وأمسكت به وكان مكتوب عليه آدم، ودخلت وأعطيته لأبي المرسلة منيرة العمر 16 سنة تقول تدرس وغير متزوجة. أعد الرؤية لو سمحت. حلمت من قبل 4 سنوات أني خرجت إلى سطح المنزل ورأيت السماء صافية، ورأيت كتاب ينزل من السماء كبير ولونه بني، وأمسكت به وكان مكتوب عليه آدم، ودخلت وعطيته والدي الاسم منيرة. واضح ما شاء الله. نعم. هذا لعله إن شاء الله بشارة لك بنصيب يعني، وفي وقت مبكر يعني برجل إن شاء الله. آدم هنا يمثل ويرمز للرجل، ونزولهم يعني الكتاب على أن الله سيكتب لك هذا الأمر، وفي كتاب وفي تقديره لك وكتابة لك هذا الأمر فيه خير لك كبير، والله أعلم. طيب أيضا من المنامات اللي وردتنا، حلمت أو حلمت زوجتي أن قريب لها يحاول سحبها مني ولم يستطع، وتوقف عن الرسالة، فما أدري. طب ما ذكرت هذا القريب، هل هو يعني هذا القريب حي ميت؟ يعني الرؤية غير واضحة، يعني طيب. أتمنى أن توضح الحال، ترسل مرة أخرى في وتوضح هذه الحالة، تعيد الرؤية وتذكر. نعم. هذا يعني حالها، حال هذا الشخص الذي سحبها، وحال الشخص المرئي كذلك يذكر، والله المستعان. طيب. سارة الدوسري تقول، أنا طليقة من ولد عمي، وتقول حلمت أني وقفت عند باب الشارع في الليل، والكهرباء طافية، والقمر منور في ليلة قمرة،
نعم، والليلة يعني منورة في ليلة قمرة، وتقول يعني ما هو واضح للا. نعم والله هنا توقفت الرسالة إلى هنا دكتور، ما أدري ناقصر. طيب، رأيت في المنام أنه شعر الأنف طويل للغاية وانقطع الحلم. رجل أم امرأة؟ لم يذكر الحال، رجل أم امرأة. يعني لأنه يختلف، يعني بالنسبة للمرأة قد يعني تتذمر من مثل هذه الأشياء، الرجل لعله يعني أمر أنف والله أعلم. يعني المرأة تكون يكون من حديث النفس ومن تفكيرها في مثل هذا الأمر، أما الرجل فقد يكون هو أمر كبير إن شاء الله، يعني سيقدم عليه إقداما يعني بشجاعة، وإن شاء الله سيطول وسيحصل على ما يريده فيه والله أعلم. نعم، مرسلة تقول أنا مطلقة، حلمت أني رأيت النار بشكل مرعب والجنة، وشخص يدعى يقين كان سيأخذني إلى النار، وآخر يدعى ملك الملك أو ملك الملك وضعني بجانب آخر. هذه رؤية ترمز إلى أنك يعني ينازعك أمران، أمر فيه خير وأمر فيه شر، وأنت يعني كأنك مطمئنة للأمر الذي السيء، ولهذا يعني طاعة الله سبحانه وتعالى هي المقدمة في ذلك، وهي التي ستتسبب في دخولك إن شاء الله الجنة في بإذن الله سبحانه وتعالى. صلى الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. يعني احذري من هذين الأمرين، يعني لا تتمادي في الأمر الذي قد يعني يسبب لك غضب الله سبحانه وتعالى أو عقابه، ولو كان هذا الأمر يعني مترسخ في نفسك. الإنسان يجاهد نفسه ويترك هذا الأمر يعني لله جل وعلا حتى يعني ينال رضوان الله تعالى وجنته والله أعلم. طيب، حلمت بفتاة لا أعرفها، كنا في غاية السعادة وبالقرب منا توجد مناسبة، ثم جاء إلينا شخص ما يقول لنا فينكم الناس ينتظرون، وعندما سألته لماذا قال بأن هذا زواجنا، مع العلم بأنني أعزب. يعني نقول أنها على ظاهر رؤية إن شاء الله، لعلها يعني مناسبة، يعني لعلها بشارة لك بزواج لك والله أعلم، من يعني من امرأة، إما أنك امرأة ترغبها أو فيها صفات نفس هذه المرأة التي ترغبها والله أعلم. طيب، نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل على الاستي سي 847700، موبايل 640-660، وزين 746-262، وعلى رقم الهاتف راح نستقبل اتصالاتكم إن شاء الله تعالى على الرقم 700-57-499. نعود لقراءة الرسائل. مرسل يقول يا شيخنا أبي ثري وعنده خير، وحلمت أنه فقير وقاعد يبيع في محل أقمشة، وحالته المادية سيئة، وأنه ما عنده فلوس حتى حق العشاء أنه يعشينا. يستفسر عن تفسير هذا الحلم المرسل فيصل العجمي. هذا لعله خوف طبيعي، يعني وهو الخوف من الفقر، ويعني الخوف من أن الإنسان يتغير حاله، ولكن الإنسان الشخص أخي الكريم أنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يغير عليك هذا الحال، وأن يعني يرزق شكر هذه النعمة، لأن شكر النعمة تزيد في الرزق بإذن الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فلعلك يعني هذه الرؤية حث لك على ذلك والله أعلم. طيب، ناخذ أول الاتصالات. نقول ألو، السلام عليكم. ألو. ألو، مرحبا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا أخي؟ أهلا وسهلا، أنت على برنامج منامات على الهواء، تعرف عليك؟ بسألك يا أخي، بارك الله فيك. تفضل. إذا كان ممكن نعمل داونلود لأي برنامج اللي بتبتوه أنتم. أنت تتكلم عن الداونلود. طيب، ممكن تروح على اليوتيوب، ابحث البرنامج اللي تبغاه، أو ابحث على ألف ألف إف إم، وراح تلقاه ان شاء الله. معلش بارك الله، اروح يوتيوب. ايوه، ابحث بكلمه الف الف اف ام وان شاء الله راح تلقاه. ايوه، حصلناه. وبعدين ابحث الحلقه وشوف اللي تبغى تحملها في الموقع حقكم. هذا في جميع الحلقات اللي عندكم صح؟ على اليوتيوب وعلى قناتنا ان شاء الله في اليوتيوب موجوده كل الحلقات. يعني اي برنامج يكون طبابه، يكون برنامجكم هذا، يكون اي. اي نعم، واعمل داونلود في جميع الحلقات لمده كم مثلا؟ ممكن سنه، ما ادري يا استاذي. انت بس روح ابحث ان شاء الله تظهر عندك. راح تبحث وتظهر عندك ان شاء الله. شكرا. ناخذ اتصال اخر. الو. الو، مرحبا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ حياك الله. تفضل. برنامج انت على الهواء، برنامج منامات. اسمك كريم؟ معك محمد. حياك الله محمد، تفضل. تفضل دكتور، يسمعك.
بس حبيت أقول للدكتور إني حلم إن شعري طويل شعري طويل وأطالع في المراية، كنت مستغرب إن شعري طويل وبس وانقطع الحلم. ما شاء الله، أنت حالتك الاجتماعية أخي الكريم أعزب. ما شاء الله، هل هذه يعني دلالة على سترة؟ يعني الشعر الطويل يدل على إن شاء الله يعني توفيق الله لك بامرأة، وإن شاء الله تكون صالحة، لأن المرأة يعني تمثل الإنسان الصديق الصالح إن شاء الله، وستكون لك كالصديق وكالأخ ومعين لك إن شاء الله على طاعة الله. طيب الله يجزاك شكرا. أهلا وسهلا. أيضا رأيت في المنام، المرسلة منى تقول رأيت في المنام أني عزمت قريباتي على رز محروق وأكلوا منه شوي وما أكلوا وشوي ما أكلوا شيئا منه وشيئا منه. هذا يعني لعله خوف، يعني خوف يعني هذا يتعلق بالضيافة وما يتعلق بل لعل من طبيعة المرأة أنها تخشى أنها تقصر في الضيافة وتقصر في كرام الغير، فلعله من هذا القبيل الله أعلم. طيب مستمعين الكرام، راح نخرج لفاصل قصير، لكن أذكر بي أرقام التواصل على الاستسي 8477700 موبايلي 640-660 وزين 746-2-62. فاصل قصير وراح نرجع لكم على طول، فخلوكم معنا. برنامج منامة مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. عدنا إليكم مستمعين الكرام مجددا في برنامج منامات، نستقبل بقراءة المنامات واستقبال اتصالاتكم على الأرقام التالية. أول شيء نستقبلها على الاسمس على الاستيسي 8477-00 موبايلي 640-660 وزين 746-2-62. على رقم الهاتف راح نستقبل اتصالاتكم على الرقم 700-57-499. دكتور مرحبا بكم مجددا، حياكم الله وأهلا وسهلا. الله يحييك دكتور. لعلنا نأخذ أولى الاتصالات في الحلقة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ودي أكلم الشيخ. حياك الله، اسمك كريم؟ أبو عمر. أبو عمر تفضل، أنت على الهواء والشيخ يسمعك. نعم تفضل. أتكلم الآن يعني؟ إيه تكلم، أنت على الهواء والدكتور يسمعك. طيب السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا في عندي دائما تتكرر علي إني أشوف عقارب لونها أصفر لما أدخل المسجد، وأيضا مرة تكرر علي إني شفت عقرب لونه أسود تحت رجل الوالد، الوالد كبير في السن وكان الوالد شكله تعبان، فرحت وكنا في مجلس فيه ناس كثيرة، فرحت أنا شفت العقرب هذه وحاولت إني أذبحها وذبحتها في الأخير. نعم أنت العقرب تكرر علي يعني باستمرار. طيب أنت أخي الكريم يعني تأتي أمور تشغلك عن المسجد أو أنك تتضايق أحيانا إذا دخلت المسجد تنزعج نوعا ما في التأخر أو كذا؟ يعني أتأخر على الصلاة يعني؟ إيه أنا في تكاسل على الصلاة. الله المستعان. طيب أخي الكريم، أنت كنت سابقا والله أعلم كنت يعني ما شاء الله تبارك الله حريص ومبادر للصلاة و يعني انتهت صح؟ على كل حال هذه احيانا قد تاتي يعني قد تكون عين يعني اخي الكريم، والعقرب هنا ترمز للعين يعني عين من 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 شخص يعني حسدك على هذا الامر، لكن على كل حال انت اخي الكريم اجتهد في رقيه نفسك من يعني العين وقراءه المعوذات ولا تستجيب للشيطان، لانه الشيطان هو الذي يجعل يعني يستغل هذا الامر كما ذكر ابن القيم انه يدخل الشيطان مع العين فيزعجك يعني تحس بمضايقه وشيء من الضيق اذا ذهبت للصلاه. على كل حال انت اجتهد في قراءه الرقيه وقراءه ايه الكرسي والمعوذات وان شاء الله باذن الله سيزعجك. دائما تتكرر علي كوابيس يعني اشوف، وخصوصا الوزق، اشوف الوزق دائما في بيتي واقوم مفزوع من النوم، دائما اشوف الوزق هذا في بيتي. يعني تقرا البقره في البيت اخي الكريم؟ اشغل الشريط يعني. لا قراءة، قراءة الرسول أمر بالقراءة، اقرأوا البقرة يعني أمره بالقراءة في المنزل، فأنت حاول أنك أنت إما أنك تقرأها أنت أو الأهل يجعلهم يقرؤونها، وإن شاء الله هذا الأمر البيت الذي فيه الوزغ هنا يمثل شيطان فويسق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. البيت الذي هذا الوزغ يعني معناته إيش؟ ليش أشوفه في البيت؟ يعني قد يكون في شيطان يعني مزعجكم في البيت،
اقرأ البقرة إن شاء الله وسيعني يخرج، لأن الشيطان أصلا يدخل الإنسان، لكن يعني أحيانا إذا البيت في يعني في تقصير نوعا ما لعله يتوطن يعني، ولهذا قراءة البقرة تجلي الشيطان، وقراءة آية الكرسي تخرج الشيطان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة أواخر البقرة تخرج الشيطان 3 أيام لا يقرب المنزل. ولهذا إن شاء الله يعني إذا اجتهدت في هذه الأمور إن شاء الله لن يضرك شيء. هنا معنى الوزغ، هنا فويسق، والله أعلم. شكرا. الدكتور العقرب هذا تحت رجل الوالد لونه أسود، هذا أيضا عين يعني؟ أي قد يكون. الوالد كان ما شاء الله تبارك الله حرك يروح ويجي، الفترة الأخيرة كأنه تقاعس أو أنه تعب، ما صار عنده نشاط في هذا الأمر صح؟ نعم، هو في المنام كان شكله تعبان. إيه لعله هو شيء من الأمر، لأن الوالد ما شاء الله نشيط وحرك يروح ويجي وكذا. نعم صحيح. بعض الناس يعني صلى الله عليه وسلم ما يعني لا يبركون ولا يذكرون الله تعالى إذا رأوا مثل هذا الإنسان نشيط كبير سن ويخرج ويطلع، يعني هذه مشكلة حقيقة يعني. وهذا يعني من الأشياء التي حقيقة ننصح الجميع أن الإنسان إذا رأى شخص عليه نعمة يعني هي الرؤية تخص الوالد ما تخص الوالد؟ تخص الوالد. نعم نعم، هذا الأمر يخص الوالد، والرؤية السابقة تخصك أنت. نعم شكرا. طيب دكتور أنا ما ليش طولت، شفت أن أنا في يوم القيامة وسمعت أن يأجوج ومأجوج اطلعوا، وسمعت الآية ومن كل حد بني ينسلون. نعم. وكنت مصدوع، وفجأة كذا تلقيت يعني سبحت على الأرض ولقيت الطيور جايتني من فوق من السماء يعني، وكنت مرة مرتعب. نعم. أنت أخي الكريم تقرأ في علامات الساعة وعلامات القيامة؟ لا والله ما أقرأ فيها يعني. أو تستمع يعني لكلام العلماء والحديث في ذلك؟ يعني فترة من زمان يعني طويلة. أي بس لعل هذه الأمور تكون في الذاكرة والذهن. الله. وإنسان يتذكر هذا الأمر، هذا لعله من الأشياء الموجودة في الذهن من قراءات كل هذه الحديث ولعلامات الساعة يعني الكبرى. نعم. والله أعلم. شكرا أبو عمر، حياك الله. أيضا نقرأ بعض المنامات اللي هنا في الإسمس. حلمت بأبي المتوفي وهو مبتسم ويحضني بقوة، وانتهى الحلم، أنا فتاة غير متزوجة. ما شاء الله، هذا لعله إن شاء الله يعني ما تبذلينه لأبيك يعني من دعاء وصدقة بإذن الله سبحانه وتعالى يعني سيكون سبب يعني أن الله سبحانه وتعالى يسر لك أمورك، ويعني تجدين إن شاء الله الحضن الذي يعطف عليك ويحن عليك كما كان يحن عليك أبيك، والله أعلم. طيب نأخذ اتصال آخر. ألو السلام عليكم. ألو أنت على الهواء. ألو سلام. سلام. الله حيك. أنت على الهواء. الاسم كريم فهد معك من الرياض. حياك الله تفضل. أنا عندي حلم أني كنت لابس ثوب أبيض كبير يعني وسيع شوي، وكان أبيض مرة، وكان إلى حقني كلب أبيض على طرف كمي، طبعا قاعد يلاحقني فترة ثم على طرف كمي شد وخلص الحلم انتهى. جميل. نعم. أخي كريم ما شاء الله يعني أمورك يعني يعني ما شاء الله طيبة، وتحس أنك عندك سعة بفضل الله سبحانه وتعالى بعافية وخير ورزق ما شاء الله. الحمد لله. على كل حال يعني حاول أخي الكريم، هذا قد يكون هذا إن شاء الله ما يضرك، لعلك إن شاء الله بالدعاء وكذلك بالصدقة يحفظ الله عليك هذه النعمة وهذا الخير. يعني هذا قد يكون بعض الناس قد يأذونك بكلام أو بشيء، لكنهم لن يضرك بشيء إن شاء الله ما دام أنك على حق وعلى خير إن شاء الله، ما لن يضرك أحد. الكلب ما فيه إلا النباح عزك الله، ولهذا يعني لا تلتفت إلى الأمر، وأحسن إن شاء الله يحسن الله إليك يعني في لا تقصر في أمور دينك ولا في أمور دنياك إن شاء الله، لن يعني لن يضرك شيء بإذن الله إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا. نذكر مستمعين الكرام أرقام التواصل هي STC 847700 موبايل 640660 وزين 746262، وعلى رقم الهاتف 700574999. أيضا نقرأ المنام الآخر اللي وردنا فيه الاسمس. عبير تقول حلمت قبل سنوات أني أجلس مع أهلي في غرفتنا على الأرض، وكنا خايفين لأن الناس يقولوا حيحصل ثلاث خسوفات، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، والحين حيبدأ والخصف وهو خصف بجزيرة العرب، ونحن خايفين ونترقب. على كل هذا ورد به الحديث الصحيحة يعني من علامات الساعة. ولهذا يعني يعني هذا الأمر يعني لعل الإنسان يفكر فيه أو أنه يقرأ في مثل هذه العلامات ومثل هذه الأشياء، ولهذا الإنسان يعني تأثره بهذه العلامات وبهذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة
يعني قد يكون يفكر فيها أو يخشى منها. أسأل الله جل وعلا أن يسمعنا خير وأن يصلح حال الأمة والله أعلم. طيب نأخذ اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. طيب قطع الاتصال. أيضا نقرأ في المنامات، رأيت أن في باص، أني كنت في باص وكنت ارتدي عباية وطرحة لا أعلم ما هي متأكدة، تقول متغطية أولا، ونزلت من الباص وضعت يدي اليسرى على زاوية درج الباص وكان في أصبعي البنصر خاتم دبلة، وكنت أقول أبغاهم يشوفون أني مخطوبة وفي نساء عليهم عبايات ولا يتحركون وعليهم دم قليل، وواحدة منهم عورتها ظاهرة، تقول أزباء و34 سنة. هذا إن شاء الله لعل إن شاء الله نصيب لك بإذن الله سبحانه وتعالى وتيسير في هذا الأمر، في هذا النصيب إن شاء الله بشارة بهذا الأمر، ولعله إن شاء الله يعني فرج لك يعني من قبل يعني بعض الناس الذين تعرفينهم أو هذه المرأة قد تكون سبب لك، يعني سبب فرج لك إن شاء الله وسبب خير لك في ذلك والله أعلم. طيب نأخذ اتصال. ألو السلام عليكم. ألو مرحبا. ألو. هلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت على الهواء. ممكن أشارك في ممكن برنامج الفتاة ولا؟ ممكن جدا. تفسير الأحلام. برنامج منامات تفسير الأحلام معك دكتور يوسف الحارثي، بس تعرفنا بيك. أخوي والله أنا حلمت بحلم. تفضل. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا حلمت بحلم. جاء مطر كذا ودخل موية المنزل زي بس ما هو كثير، وفي نفس الوقت دخلت فيران كذا لونها سوداء، فدخلت المطبخ ودخلت في مكان بس محدد يعني مو في كل المطبخ، يعني تحت الدولاب اللي في المطبخ. طيب انتهى؟ علما بأن يعني أنا زوجتي تعبانة شوية، يعني فيها زي كذا المس أو كذا، يعني هي تتعب إذا جاءت تطبخ أخوك، يعني في أثناء إذا يعني كانت سابقا تطبخ لك وكذا والآن تتعب في المطبخ. والله أول كانت تتعب تروح المطبخ بعض أوقات تجيها زي الدوخة تطيح، بعض أوقات يعني إذا تعبت مثلا تروح المطبخ تجلس تبكي في المطبخ. طيب أخي الكريم، أنتم فترة من فترة جاكم خير ورزق يعني ما شاء الله، يعني وسع الله عليكم وصرتوا تكرمون الناس وعزائم عندكم تأتي بشكل كبير يعني. لا والله في المنزل لا، لكن الحمد لله يعني جتنا فترة أنا كان أمور متزمة شوي وفترة أنا انبسطت يعني الحين من فترة الحمد لله الحال مبسوط يعني أفضل من أول الله الحمد. طيب على كل حال كل ذي نعمة محسود أخي الكريم، وهذا لعله شيء من 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 الحسد في ذلك. أول شيء طبعا أنا شير لأنه بعض الأوقات هم يتكلموا ويقولوا يعني سوى كذا وسوى كذا يهولوا في الأمور شوي. على الله المستعان، نسأل الله العافية والسلامة. على كل أخي الكريم، أولا طلبت الرقية الشرعية، حاولت أن ترقي نفسك وأهلك وبيتك. والله الرقية الشرعية أنا شوف يعني هو بداية الموضوع، أنا زوجتي أول تقول كان يساورها حلم وهي صغيرة، نعم يعني كانت تشوف شخص زي اللي متربي معهم في المنزل، وكل ما كبرت كل ما كبر معاه هذا الشخص وما تشوف يعني لا وجهه ولا شيء، شخص أبيض بس يعني كده زي العايش معاهم في البيت وعارف أخبارهم وكل يوم عندهم ولو اسم مخصص يعني كاسم مهاني. فكل ما كبرت كبر معاه هذا الشخص، كل ما كبرت كبر معاه. تراه ولا تراه في المنام؟ إيه في المنام يوميا يتأورى الحلم هذا، تقول يعني كأنه معاهم في كأنه في الحال يومية معاهم، كل ما تغمض عينها تشوف هذا الشيء. لين بعد ما تزوجنا انكشف لها الوجه هذا، يعني ما كانت تشوف وجه الشخص هذا، يعني تقول حتى وجهه يعني ما هو جميل مرة، يعني تقول وجهه بشع. يعني هذا واضح يعني قد يكون هذا شيطاني يعني ملازم وساكن، لكن أخي الكريم بقراءة القرآن بالمحافظة على الوضوء بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير 100 مرة كما في الحديث لا يقربه شيطان، كل هذه أسباب إن شاء الله يعني إن شاء الله إذا بذلتوها وقراءة البقرة في البيت كلها إن شاء الله بإذن الله أسباب تبذلونها إن شاء الله وسيزل هذا الأذى وستزل هذه العين. يعني أنا اللهم رحت عند شيخ واحد قرأ عليها وكذا قال هذا فيه يعني كإعجاب،
إيه قد يكون عشق نعم قد يكون، لكن أنا حقيقة أنا أنصح حقيقة بمداومة قراءة البقرة والرقية الشرعية، هذه أسباب يعني أنزل الله سبحانه وتعالى فيها سورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه السورة تشتمل على الثلاث الأمور هذه، سواء كان أذى شيطاني أم كان سحرا أم كان عينا، كلها يعني إن شاء الله ببذل الأسباب، هذه الأسباب خفية، وإن شاء الله القرآن فيه شفاء من هذه الأمور وفيه خير كبير في دفع هذه الشرور عنكم، والله المستعان. معلش يا شيخ، أنا لأني هي أول بداية زواج، أنا كنت تتعب يعني كيومية ومو مرة واحدة يعني كذا مرة، فكنت أقرأ المعوذات وهذه لما تتعب يعني زي ما تقول تيجي مقاومة من ناحيتها، بس بعدين تهدى خلاص، تهدى الوضع وتصير كويسة. نعم. لأن الحمد لله ربنا رزقنا بمولود ماشي. والحين مو مثل الأول، يعني زي ما تقول في النادر في الأسبوع كذا مرة تتعب، يعني في النادر ما هو مثل الأول يعني بشكل يومي. الآن في برنامج منامات نفسر المنامات، لكن لسنا في حال تقرير يعني رقية أو كذا، لكن على كل حال الرؤية تدل على هذه الأمور، الرؤيتين رؤية زوجتك ورؤيتك تدل على هذه الأمور، وإن شاء الله ببذل الأسباب الشرعية التي ذكرت لك إن شاء الله ستزول هذه الأمور، والله المستعان. يعطيك العافية. يعافيك، أهلا وسهلا. أيضا نقرأ المنام اللي يقول حلمت أني ماشي في طريق يؤدي إلى بيت جدتي، ورأيت قبرا طويلا به أربعة أطفال لا يتحركون عليهم، أو عفوا أربعة أطفال نعم لا يتحركون وعليهم دم، وواحدة منهم عورته ظاهرة. عاد مرة أخرى أخي الكريم معليش. نعم. حلمت أني ماشي في طريق يؤدي إلى بيت جدتي، رأيت قبرا طويلا به أربعة أطفال ما يتحركون عليهم دم، وواحد من الأطفال عورته ظاهرة عزباء نعم نعم. هذه إن شاء الله أربعة ألطاف من الله تعالى بك بإذن الله سبحانه وتعالى، بيسرها الله لك بإذن الله، ويكون لك فيها يعني في حظ طيب لك في هذه الأمور، لكن عليك بالصدقة، عليك بالصدقة، وهنا تبشر كذلك بالفرج. هي أربعة أمور يعني سيفرج الله جل وعلا عنك بها، العورة هنا فرج، والفرج عبره العلماء بالفرج، فلعله إن شاء الله يعني فرج لك بإذن الله منها في هذه الأمور. والماء والدم هنا يرمز إلى الصدقة، يعني لأن المال قوام الحياة والدم كذلك قوام الحياة، فترمز إلى الصدقة، والله أعلم. جميل. نذكر مستمعينا الكرام اللي ما لحق يرسل رسائل أو يرسل منام، ويقدر الآن باقي قدامنا تقريبا 10 دقائق ما قبل الأذان، فارسلوا على الأرقام التالية على STC 8477 موبايل 640660 وزين 746262، أو ممكن تتصلوا علينا مباشرة على الرقم 700-57499. نأخذ اتصال نقول ألو السلام عليكم. ألو مرحبا. ألو أنت على الهواء؟ طيب يبدو أنه خرج الاتصال أو شيء. مرسل يقول شفت مرة عمي كأنها جالسة في حوش وممددة رجولها، وبين رجولها حفرة صغيرة لونها تقريبا بيج، كأنها ومعها عصاية تضغط في البير، وكأنه بير ومعها عصاية تضغط في البير، وترفع العصا وترجع تضرب على البير، ولمحت يقول داخل البير قطوة، شفت ظهرها وكأنها تبي تطلع، بس مرت عمتي يقول تضغطها بالعصا، وكان مرت عمتي تلهيني عن الموقف وتسولف معي. كيف مرت عمته يعني مرت عمه؟ مرت عمي عفوا هذا خطأ من عندي، وتسولف معي بس وقف المنامي لهنا. طبعا هل هناك خلاف يعني، لعله يعني هناك شيء من الخلاف والكرب فيما يتعلق بهذه المرأة التي هي مرت عمك يتعلق بك يعني؟ لا أدري يعني، لأن الحال غير واضح، ما أوضحت الحال يعني، هل بينك وبينهم نسب، هل بينك وبينهم مشكلة معينة. على كل حال هنا الرؤية تبشر إن شاء الله، البئر ترمز إلى أمر قد يكون فيه يعني كرب على الإنسان، لكن عاقبته يعني عاقبة حسنة وطيبة بإذن الله. قد تستعصي بعض الأمور عليك، وقد تكون هناك بعض المشكلات المعكرة فيما بينكم، لكن إن شاء الله النهاية والعاقبة بإذن الله سبحانه وتعالى عاقبة حسنة ومباركة، والله أعلم. طيب
حلمت ان بنتي شعرها طويل وفيه قمل وانا ناديها وما ترد. بس الشعر طبعا الشعر الطويل يعني يرمز طبعا ما ذكرت سن البنت لكن على كل حال الشعر الطويل يعني هو في الاساس قد يرمز الى السترة لكن هنا لعله يرمز لان قد تكون هناك عين في شعرها قد هناك اذا كان لديها تساقط والله اعلم قد يكون هنالك عين القمل مقل او اعين قد تكون وترمز قد تتعب الانسان في راسه على كل لو قرأتي على شيء من الماء الرقية الشرعية والمعوذات وآية الكرسي وغسلة الرأس إن شاء الله أو بالزيت كذلك تقرأين عليه إن شاء الله سيكون إن شاء الله سبب شفاء لها وسبب زوال هذه العين عنها والله أعلم. نعم نأخذ معنا اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شارك برنامج اتفضل. أيوة أنت على الهواء تعرفنا باسمك الكريم. مشعل معك حبيبي. حياك الله مشعل وعجل علينا معلش تفضل. ألو. إيه معك الدكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك. تفضل. أنا حلمت بأختي، أختي مع أخوي وزوجته في أمريكا. حلمت إنه جاتنا رجعت أختي لحالها وكانت كده ذي المخنوقة. زي الشن كذا أحد خانقها أو شيء وكانت يبدأ مكسورة يمين فأنا طالعت كذا يعني وأنا في الحلم لسه مستغرب إنه إجابك إيش جاي إيش اللي صار قالوا لا بس جاي إنه أختي تانية وأخوي يقول بيستوي يدها سيلكون يعني إنه اليد العظم انكسرت اللي هي اليد. طيب في سؤال للدكتور قبل الأذان. أخي الكريم أولا هل هي تعاني في دراستها هناك؟ لا ما تعاني ولا شيء دكتور. على كل حال لعل يعني تذكر لأخيك وتنصح لأخيك أنه يعني يتابع بعض أمورها قد يكون هناك في. أنا صحيت من النوم يا دكتور كلمتهم كيفكم إيش أخباركم طيبين في شيء صاير لكم طيب. شيء ناقصكم شيء قالوا لا أبد. أساس الأذان أنصح أخيك يعني أنصح أخيك يعني أن يراعي بعض أمورها ويعني يسعى في إعانتها ومساعدتها قد يكون هناك قد ينشغل أخيك عنها نوعا ما. يعني حرص عليه انه يكون قريب منها ومعين لها امورها والله اعلم. شكرا اخوي مشعل. الله يجزاك. حياك الله. مستمعينا الكرام راح نخرج لفاصل اذان العصر خلوكم معنا ان شاء الله وراجعين على طول. برنامج منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. عدنا إليكم مستمعين الكرام بعد أذان العصر مكة المكرمة وما في صراحة قدامنا إلا دقيقة تقريبا ونقول مرحبا بك دكتور يوسف ولعلنا نأخذ آخر الرسائل اللي وردتنا على الاسمس. بالنسبة للرسائل اللي ما قدرنا نقراها راح نقراها إن شاء الله غدا في نفس الموعد. دكتور مرسل يقول رأيت أني أصعد جبل مغطى بالعنب الأخضر أنا وصاحب الشركة اللي أعمل فيها وهو مسن وكان يصعد بسرعة وأنا من خلفه وارتقينا يقول أعلى الجبل وكنا مسرورين. ما شاء الله هذا واضح من الرؤية أنه ترقي في حالك وحصولك على رزق طيب مبارك والله أعلم. جميل. مستمعين الكرام دكتور يوسف أشكرك على تواجدك وأشكر مستمعين الكرام على استماعهم وإرسالهم للرسائل وإن شاء الله تعالى راح نلتقي وإياكم مجددا غدا في نفس الموعد. واللي فسرنا أحلامهم إن شاء الله اليوم ممكن يروحوا على اليوتيوب ويبحثوا برنامج منامات ويجدونا هناك إن شاء الله تعالى. كنت معكم من وراء المايك فؤاد الأهدل وإن شاء الله تأتيكم الآن نشرة الأخبار من مركز أخبار ألف ألف فابقوا معنا.